مع قاعدة مزيكا مع يسرى الهواري مع ديزر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. كل ما تفكر انك ممكن تكون خذلت حد او تصعب نفسك عليك عشان قال ايه يا عيني سب، اسأل نفسك اذا كان اي من كل ده مهم، اذا في شيء فعلا مهم، اذا انت فعلا مهم. كل ما تفكر انك ممكن تكون خذلت حد او تصعب نفسك عليك عشان قال ايه يا عيني سب، اسأل نفسك اذا كان اي من كل ده مهم، اذا في شيء فعلا مهم، اذا انت فعلا مهم. مش انه انت تحديدا مش مهم، بس انه محدش مهم للدرجة، اللي يمشي بالسلامة طريقه اخضر، واللي يجي زيادة الخير خير وبركة. مش انه انت تحديدا مش مهم، بس انه محدش مهم للدرجة، اللي يمشي بالسلامة طريقه أخضر، واللي يجي زيادة الخير خير وبركة، واللي يجي زيادة الخير خير وبركة. في مليون حاجة بتحصل في الدقيقة ومش مهم، تبقى عارفهم كلهم والناس يقولوا عليك ملم، بالسياسة بالجغرافيا بالعلوم وتاريخ الفن. المهم تكون عارف ايه المهم، مش قصدي ان وجود الناس مش مهم، ولا انها ما تتعش بالمرة، بس انه ألذ لو ما تشيلش هم، ننسى مبارح ونسيب بكرة لبكرة. مش قصدي ان وجود الناس مش مهم، ولا انها ما تتعش بالمرة، بس انه ألذ لو ما تشيلش هم، ننسى مبارح ونسيب بكرة لبكرة، وابقى قولي اذا ظبطت معاك الفكرة. كنتم مع قاعدة مزيكا مع يسرى الهواري مع ديزر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.